بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا قبل كده ان اكبر مشكلة للصمام مش الوفاة وهي ليها نسبة، او الانسداد او النزيف، كلها مشاكل من الصمام، لكن اخطرهم على الاطلاق هو مع الاسف لما بيحصل التهاب، وده بيحصل في نسبة مش قليلة. يعني في امريكا 5 إلى 15% مع كل التكنولوجي والنظافة والامكانيات، فتخيل في مصر هيبقى كام بقى؟ اكيد نسبة كبيرة. لما بيحصل التهاب للطفل في الصمام عادة مع الأسف الشديد بيبقى مستقبله انتهى، لأن الالتهاب بيلتهم أجزاء كبيرة من المخ، والطفل في حالة نمو فالمخ بيبوظ والطفل ما بيتقدمش. النهاردة احنا معانا حالة من الحالات دي، وهي الأم مشكورة وافقت إنها تقدم يعني تطلع معانا في الفيديو علشان توضح لكم إيه اللي حصل وليه الصمام، لما الصمام بيتسد ايه اللي بيحصل للطفل. انا الاول تعالوا الاول نوريكم الاشعاعات بتاعت الطفل. يعني هي دي الاشعه، هتبص تلاقي ان اولا بقى في اكياس كتير قوي، يعني دي المنطقه الخلفيه للمخ مليانه اكياس، ودي المنطقه الاماميه للمخ. هتبصوا تلاقوا ان المخ نفسه مبقاش موجود، بقى مكانه اكياس ميه كبيره، لان الالتهاب كل المخ. ده اللي بنسميه التكيس المتعدد، يبقى فيه اكياس كتير جدا. ومثلا هنا هتبص تلاقي في تحت، هتبص تلاقي ان في اكياس صغيره، يعني اكياس كتير قوي. طيب تعالوا بقى ايه نتكلم مع الوالده. طيب اولا انا متشكر جدا ان حضرتك وافقتي نعمل الفيديو دلوقتي. هي ركبت صمام عمرها قد ايه؟ حوالي 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ ركبناه والصمام ما كملش شهر. يعني ركبنا 5 5 7 متهيألي، يعني 30 1 7 خلعنا الصمام ما كملش الشهر. ليه بقى خلعتوه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ حصل التهاب. ازاي عرفتوا ان في التهاب؟ لقينا الصمام لون احمر كده، وزي ما يكون في خرم بيجيب ميه. كان بيجيب ميه ولونه احمر الاثنين. أيوة. دول الدكتور ساعتها خد عينه من الصمام؟ لا، اول دكتور ما شاف فقال لي دي على طول تروح تطلع صمام لما احنا الجامعه. طب كويس، شلتوا الصمام وبعدين عملتوا ايه؟ بس قعدنا بقى فتره، الدكتور قال لي هتقعد فتره، لازم ما ينفعش تركب الصمام الثاني بعد الاولاني على طول، لازم تاخد فتره وبعد كده تركب الجديد. كويس، وبعدين؟ بس احنا قعدنا شويه، وبعد كده كل ما اروح للدكتور يقول لي هي حاجه عمليه، اقول له كويس، يقول لي خلاص تمام. مش عايزين نفكر دلوقتي. اوكي طيب، بعد كده انتوا جيتوا لي بقى بعدها بقد ايه؟ احنا كان عندها سنة وشوية، يعني سنة وثلاث شهور. هي دلوقتي عمرها كام؟ سنة و11 شهر. طيب يبقى احنا دلوقتي احنا وصلنا لسنة و11 شهر، هي يعني تقريبا سنتين. طب هل هي دلوقتي بتقدر تصلب راسها؟ هي ممكن تصلب راسها. هي لا بتصلب راسها؟ ايوه ممكن، لو هي قاعدة كتب راسها كويس. لا لا لا، وانت ماسكاها بتمسك راسها وراسها بتقع؟ لا كويسة بتصلبها. طيب بتقدر تقعد؟ لا وحديها. لا بتقدر تقف؟ لا. بتقدر تمشي؟ اتكلمت؟ لا ما اتكلمتش، ما قالتش ولا كلمه. لا خلاص. يبقى يعني انا بعرض الحاله دي لان هو ده نتيجه الالتهاب. الالتهاب بيأثر على المخ جدا، وبالتالي بيعوق تقدم الطفل، والطفل بيتاخر تماما في كل شيء، في الكلام والحركه وكده. احنا طبعا نتمنى، اسمها ايه بنتك؟ فريده. نتمنى الفريده ان ربنا يخلف ظننا وانها تتحسن مع الوقت، وده برضو احتمال، بالذات ان الالتهاب عندها ما كانش مدمر، يعني في لسه جزء من خلايا المخ موجوده. فاحنا نامل ان شاء الله وندعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها. بس انا بعيد تاني ان الصمام المشكله، اكتر مشكله بعد خبره 30 سنه في الصمامات هو الالتهاب. لو حصل التهاب زي ما انتم شايفين فريده اهي، بيبقى المستقبل بتاعها اصبح عليه علامات استفهام كبيره، وقدراتها الذهنيه والحركيه بتتاثر تاثر كبير، وبتبقى مشكله كبيره للاهل طبعا، شيء مؤلم جدا. ولكن يعني الشيء الوحيد اللي بيهون علينا ان هم اصلا الاطفال بسبب التلف الموجود ما بيبقوش متالمين، يعني مش حاسين بحاجه، وده من رحمه ربنا علينا وعلى الاطفال. يبقى الصمام اجراء، هو اجراء كويس وممتاز وكل حاجه، بس لو حصل التهاب مع الاسف بيخلق الماساه الانسانيه اللي هي قدامنا دلوقتي. عموما انا متشكر جدا ان حضرتك وافقتي تطلعي في الفيديو ونوعي الناس بمشاكل الصمام. انت عارفه ايه اللي يفرق؟ يعني يمكن هتقولي طب وانت ليه الرساله عايز انا عايز افهمك حاجه، ان الصمام له مشاكل. الحاجه الثانيه ان لو حصل التهاب
اهم حاجه اتحرك بسرعه جدا 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 انت والدكتور بتاعك في اسرع وقت، وبالتالي كل اول شهر من تركيب الصمام اللي هي اعلى نسبه التهاب فيها كل اسبوع تروح للدكتور يفحصه ويشوفه، لو الحراره عليت او في ترجيع او في ميه بتخرج او في حمار يبقى غالبا في التهاب. يبقى انت لو فريده كان اول ما التهاب حصل كنا اتحركنا بسرعه جدا وباسلوب عنيف كان ممكن قوي ان المخ نقدر ننقذه وما نوصلش اللي احنا وصلنا له دلوقتي. لكن طبعا لو تفتح عمل الشيطان احنا خلاص ده قضاء ربنا وربنا قدر كده. انا بس بقول علشان الحالات الجايه لما تركب لابنك صمام يبقى اول شهر عينك عليه كويس جدا، اي حاجه غير طبيعيه تلمح، افرض عصبي متوتر مش على بعضه اعرف على طول ان في مشكله حصلت وتروح للدكتور ياخد عينه من الصمام على طول. العينه من الصمام هي ادق وسيله عشان نعرف في التهاب او لا. يبقى احنا بنستفيد من التجربه اللي هي الصعبه شويه دي ان احنا نوعي الناس. طبعا هو دلوقتي احنا بنعمل جراحه كي الحنفيه المعدله بدلا من الصمام، والحمد لله نسب النجاح بترتفع باستمرار، واحنا تقريبا قربنا من 90% وعدينا 90% كمان والحمد لله ما بقيناش نشوف المشاكل دي. لكن انا بشوفها من الزملاء الناس اللي بتركب صمامات بيجوا لما يحصل له مشكله او كده، وان شاء الله الوعي بالجراحه الجديده عمال يزيد، واعتقد قريبا في خلال 2 3 أو 4 باذن الله هنوصل ان ما حدش يركب صمام خالص وكله يعملوا جراحه المنظار بدل المشاكل اللي بنشوفها كل اسبوع في عياداتنا دي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.